جزء كبير من متعة الإنسان العربي بالسفر هي الأسواق والتسوق، ولهالسبب اليوم راح أخذكم لواحد من أشهر وأجمل أسواق إسطنبول. مرحبا أصدقائي، وياكم حارث المهندس. اليوم راح أخذكم الواحد من أشهر وأرخص وأكبر أسواق إسطنبول اللي هو سوق محمود باشا. طبعا إحنا كنا نحب الأسواق، خصوصا النساء، الرجال هم يحبون الأسواق مثل ما أستشوفهم. شوف شون يحبوها. 3 hours later. شفتوا شلون يحبوها؟ كلش يحبوها. لا بس هذا السوق كلش حلو وشعبي، واكيد اذا احنا يعني اذا انتم عراقيين او عرب فتحبون تاخذون هدايا لاهلكم والاحبابكم والاصحابكم، فهذا السوق تلقون كل شيء بيه تحتاجوه، تلقون اشياء رخيصه، تلقون اشياء غاليه، كل شيء تلقون اصلي، تلقون مقلد، كل شيء تحتاجوه راح تلقون بيه. فاتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. خليكم ويانا. باشا اللي بين السوقين يكون رخيص نسبيا، اغلب الشغلات تكون مقلده تلقوها هناك. تشوفون أمامكم يقيسون درجة حرارة كل واحد يدخل، وكذلك من التزمين بالكمامات، وأيضا منا نفس احنا راح نطلع راح نروح على سوق محمود باشا. طبعا سوق محمود باشا متفرع، تقدرون يعني به هواي فروع، تقدرون أيضا تفترون به أو تقضون يوم كامل به. هذه جولة في اسطنبول في زمن الكورونا، لانه انا قبل يعني من صار الاسواق هذه بوقت الكورونا، من كنت باسطنبول كانت معزلة اغلب الاسواق، وبعدها عفت اسطنبول يعني بعد ما شفت هذه الاسواق مرة ثانية. هذه هنا أنا محلات ملابس أطفال، ملابس كبار، محجبات، ملابس شتوية أيضا، ستر وملابس رسمية. هنا أنا مثلا هذا عصير، هنا أنا تكرمون أحذية، هذه ملابس هنا أنا نسائية، الجباب، الشاديش، هنا أنا شوفها كلها الأسواق. هنا تقدرون تشوفون يعني كلها بيها أفرع. هنا ملابس سهرات وحفلات، شوفون أمامكم. هنا ملابس مثلا تراك سوتات نسائية، هنا أيضا ملابس مثلا سهرات، هنا مثلا مجمع للقوط والستر الرسمية. هاي تشوفون أمامكم كل هاي المحلات هاي موجودة في سوق محمود باشا اللي يوصل الى السوق المصري. محل احذية هنا، وهاي امامكم تشوفون هذا هو سوق محمود باشا، واللي ايضا انا عامل جولة كاملة عليه يطلع على الشاشة تقدرون تشوفوه. وبعد ما نخلصها راح يوصلنا للسوق المصري واللي طلعنا على جهة أمينونو. شوفون أمامكم هنا كلها رخيصة يعني. وشي ثاني إضافي أحب أضيفه، إنه هنا تقدرون تتعاملون وياهم، يعني حاولوا تتعاملون وياهم قدر المستطاع. من تتعاملون وياهم يعني ينزلوا لكم بالسعر. هاي تشوفون هنا الملابس الرجالية والستر. هنا أيضا ملابس رجالية، هنا تشراتف، هاي ملابس السلطانية العثمانية. هنا مثلا محل أطور، والأسعار هاي أمامكم مثلا مسوين تخفيض، كانت 150 مسويها ب100 مثلا. هاي هنا أنا ملابس سهرات أيضا للمحجبات مثلا. هاي هنا أنا مال أطفال، بذلات أعراس، يعني مو الأعراس بس مال حفلات. وهذا هو سوق محمود باشا. هاي مثلا هنا أنا مسوي التخفيض من 490 مسوي 199 القاط الكامل. هنا أيضا
تشوفون مسوين هذني القوط وعليه التخفيض. كامبانيا من تقرون بالتركي كامبانيا يعني اندرم، هاي هنا يبيع اعلام. كامبانيا يعني معناتها اندرم او يعني سيل نفس الشيء. هاي هنا كاميرات، كاميرات شنو هنا جنط. هذا كله هو سوق محمود باشا، وطبعا انا ما دافوت بالفروع، دامشي بالشارع الرئيسي مالته، يعني بيه فروع كلش هواية، فتقدرون تشترون بيها فرع فرع، يعني انتو اذا تحبون الاسواق وعاجبكم تتسوقون، فتقدرون تقضون يوم بمحمود باشا، او تقدرون تقضون يوم مثلا بالجراند بازار ومحمود باشا، وايضا السوق المصري ايضا تقدرون تقعدون بيه. شوفوا هنا 20 ال 20 ليرة جنطة، تخيلوا جنطة 20 ليرة، يعني 20 ليرة شقد تقريبا دولارين 3 دولارات، يعني اسعار جدا رخيصة. انتم مو تريدون ارخص الاسواق، هاي ارخص الاسواق الموجودة في اسطنبول، ما راح تلقون ارخص من عندها. ومن هنا اعتقد راح يطلعنا على السوق المصري. اذا اردتوا تجون هنا وتيهتوا بس قولوا لهم مستر تشارشا هم يدلوا لكم يعني السوق المصري. هذه كلها هنا محلات. طبعا هذا المكان كلش حلو، اكيد انصحكم تروحون تشوفوا. لا تنسون انه تشتركون بالقناه وتفعلون زر الجرس اذا انتم ما مفعلين، واكيد لا تنسون انه تحطون لايك للفيديو وتكتبوا لي رايكم بالتعليقات. ان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.